اذا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. كيف كتشوفوا امطار الخير تتهطل في هذه الاثناء على مدينه الدار البيضاء. نتمنوها انها تكون امطار الخير، امطار النماء، امطار غسل هذا الوباء. غزيرة تتهاطم في هذه الأثناء على مدينة الدار البيضاء. نتمنوا بان البنيه التحتيه ديال مدينه الدار البيضاء تكون مستوى هذا الامطار. امين. نتمنوا تكون على قد النفع كما قال احد المشاهدين. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، ننقل لكم من خلاله الامطار الغزيره اللي كتهطل على مدينه الدار البيضاء هذا الاثناء. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.